انه المرشده غادي تكون ديك حلقه الوصل بين الجيران اللي تفرقوا مجال ديال الدعوه مجال كذا. حتى من خلال الخدمه انا كنت كنعمل شي محاولات ديال منين كنا كنجمعوا مع بعضياتنا ولا شي حاجه كنبقى نهضر في هذه المسائل. لا هو ما غنبقى الا تغلب سيده طبيعه انت ولاد غنبقى رجع الى ما يتفرجوش في الافلام فاحشة كيتفرجوش في التلفاز على داكشي اللي كيبغي كندير لهم كويس قدي الدين ديال الانبياء كيفاش صبروا يوسف عليه السلام وزكريا وبزاف ديال التوم ولا نشوفوا هادشي اللي خصنا نديرو.